هلا بكم، انا موسى. اليوم راح اعرض لكم جيم اوف ذا سنشري، الدور التاريخي لهذا القرن بعد ما سموه كثير من الجماهير واساتذة الشطرنج، كثير من محاضري شطرنج ومواقع الشطرنج. اليوم الجيم هذا اللعب بتاريخ امس بين النابغة او موهبة الشطرنج الحديثة ويي اللاعب الصيني 16 سنة ضد بروزون لورونزو. ويي افتتح E4 C5 سيسيليان نايت F3 E6، وهنا نتجه للشفانينغن بيشوب E2 نايت C6 و D4 C takes D4 Knight takes D4Queen C7 Castling Kingside Double Zeros، وهنا Knight F6 Bishop to E3. لاحظوا ان البيشوب على E2 تمركز جيد، افضل من D3 او C4. Bishop to E7 وهنا F4 D6 تحمي مربع الE5. King to H1 يطلع الكينج من الدياجونال الخطير، خصوصا ان البيشوب غير محمي، وهذه فكرة رئيسية في سيسيليان ديفنس. كاسلن كينج سايد بالنسبة للاعب الاسود، وهنا Queen to E1 خطوة معروفة ومشهورة في سيسيليان، والكوين راح تطلع على G3 ومنها تتحكم في الصف الثالث في جهة اللاعب الأبيض، في مخيم اللاعب الأبيض، وتطلع على H3، وهذا هو الخيار الصحيح. Knight takes D4 تخلص من النايت، تقليص للقطع بالنسبة للاعب الأسود على أساس يقلل تحكم اللاعب الأبيض في المساحات. هنا B5 طبعا في بديل لها وهو E5 الآن، لكنها ريسكي موف، فيها مخاطرة كبيرة جدا. E5 الكمبيوتر قادر على لعبها، لكن اللعب البشري ما يقدر يتوغل فيها التفريعات. B5 عندنا، وهنا Queen to G3 إكمال للخطة السابقة، وهنا Bishop to B7 البيشوب يطلع على نص البورد ويهدد الG2 والملك على H1. A3 هنا تمنع B4، ولاحظوا اللاعب الأبيض أهمل عمدا جندي الE4 بسبب أنه لو البيشوب أخذ ناخذ بالنايت، النايت اللي على F6 ما يقدر ياخذ بسبب المات على G7 من البيشوب والوزير، وكذلك النايت ما يقدر ياخذ على E4 بسبب المات على طول. لذلك روك AD8 روك AE1 روك D7 تطلع على 7th rank Bishop to D3. الآن البيشوب خلص دوره من السيطرة على diagonal D1 للH5، وطلع الآن على diagonal أفضل يحمي الE4، وبالتالي يحاول يفتح الجيم ويهاجم الH7. Queen to D8 الكوين راح تطلع على dark squares، ومنها سيطرة غير مباشرة الآن على المربعات الداكنة D8 to H4، كذلك تدعم الدي فايل Queen to H3 الآن. وهنا زي ما انتم شايفين اللاعب الأسود ما هو قادر يسيطر على مربع الE5 G6، وهنا F5 وطلعنا من البوك بعد E5 وBishop to E3. F5 هنا تهاجم الG6 وتهاجم كذلك الE6 مع الكوين. لاحظوا التهديد اللي على E6 بالتشك، وكذلك البيشوب يهاجم الF6. هنا في حالة E takes F5 نهاجم الG6، كذلك نهاجم بالقلعة والفيل مربع الF6. الوزير والبيشوب يدافعون على النايت، لكن الروك فاضية على D7، كذلك البيشوب بعدها فاضي، لذلك الأسود ممكن ياخذ بجندي الF بدل جندي الH.
كذلك ممكن d5 الآن كوين تو h6 رك تو d6 مثلا f takes g6 f takes g6 bishop takes g6 h takes g6 queen takes king to h8 والأرخاخ طالع واللاعب الأبيض منتصر. أما في حالة بعد f5 g takes f5 queen takes f5 النايت مهدد والمات هو الخطوة القادمة، لذلك بعد f5 e5 يهاجم البيشوب، بيشوب يرجع إلى e3 وهنا king to h8 مفضلة أو rook to e8 وهنا ويجي عندك كذا خيار. a4 يهاجم جنود الوزير مع انها خطوة غير بشرية وغير محببة، او f takes g6 او bishop to g5. rook ad1 ايضا خطوة مختارة من المحركات، مع ان المحركات هنا بدأت تخبص، ما هي عارفة اللاين الجديد هذا من ويي. ويي طبعا لعب خطوة بشرية على ستايله، وهنا f takes g6 كانت مفضلة. طبعا اللعيبة ما يحبون ال f takes g6 خصوصا في تواجد البيشوب، خصوصا بعد a4 يهاجم تجمهر وتكتل الجنود على جناح الوزير. هنا اللاعب بالقطع السوداء أخذ بال h على g6 تقرب للسنتر، وهنا نايت to d5. لاحظوا أن اللاعب الأبيض كأنه يحاول يخسر جندي، لكن هذه هي الضربة القاسمة من وي إلى خصمه، وهنا يبتدي جيم القرن بالنسبة لوي. نايت تيكس d5، وللأسف اللاعب الأسود كان يتوقع الجندي ياخذ من e4 على d5 ويحيي البيشوب على d5 يرجع يحمي ال f7، لكن بوم روك تيكس f7 وهنا كينج تيكس. طبعا بعد ما نخلص التفريعات هذه راح يتسألون لو نايت جوز باك تو f6، عندنا كوين تو e6، كينج يطلع على h8 يخاف من الديسكفر تشيك، وهنا بيشوب تو g5 الابيض فايز بأريحية قصوى. لذلك بعد روك تيكس f7 كينج تيكس f7 ويي خاسر قطعتين الى حد الان، والان كوين تيكس عفوا كوين تو h7 تشيك كينج تو e6. لو الكينج راح على f8 البيشوب جاي بالمات، لذلك كينج تو e6 وهنا e تيكس d5 تشيك الكينج ما يقدر يرجع. لو رجع الوزير يطلع على g5 وياخذ اكثر من قطعة ويطلع بالمات على اللاعب الاسود. king takes d5 هنا، وهنا قطعة زيادة طعم للاعب الاسود. لو رجع على e6 ما اخذ البيشوب، الوزير جاء على g5 ونفس الفكرة. لذلك king takes e4 ثلاث قطع وجندي، خسائر اللاعب الأبيض إلى الآن خطوة وينتهي الجيم بالنسبة له في حالة أنه غلط. كوين تو f7 كان في فكرة أسهل وهي c4. طبعا هنا كينج تو d3 يبعد عن الديسكفر. طبعا هنا في فكرة أنه البيشوب لو طلع مثلا بتشيك ويهاجم الوزير، صحيح أنه راح ياخذ الوزير، الكينج راح يطلع على d5، لكن قلعتين وفي لين ضد وزير وقلعة تعتبر فوز للاعب الأسود بسهولة. لذلك خلونا نشوف c4 بديل كوين تو f7. طبعا كينج تو d3 يبعد عن الديسكفر تشيك، كوين تيكس g6 تشيك، بيشوب تو e4، روك d1 تشيك، كينج تيكس e3 وهنا تشيك مات جاي في الطريق. لذلك بعد روك تو d1 يلعب كينج c2 كوين تيكس e4 كينج تيكس d1 كوين تو d3 كينج e1 تشيك تشيك ميت.
فسي 4 كانت افضل، لكن كوين تو اف 7 قويه جدا، تسيطر على المربعات اللي انتم شايفينها باللون الاخضر. البيشوب راح يرجع على جي 1 ويعطي مات على طول، لذلك اللاعب الاسود تفاداها بلعبه بيشوب تو اف 6، يفتح للملك المربعات اللي هنا اللي ما يسيطر عليها البيشوب. بيشوب تو دي 2 تشيك، كينج دي 4، بيشوب اي 3 تشيك، كينج اي 4، كوين تو بي 3، كينج اف 5، روك تو اف 1 تشيك، كينج جي 4، كوين تو دي 3، تطلع على اي 2. الان اللاعب الاسود ضحى ديسبرادو خطوه من دون جدوى، تحاول انها تزعزع الطول الجيم. بيشوب تيكس جي 2، كينج تيكس، كوين اي تشيك، كينج جي 1، بيشوب جي 5، يهاجم البيشوب يحاول يقلص عدد القطع، لكن استباقيه كوين اي 2 تشيك، كينج اتش 4، بيشوب تو اف 2 تشيك، كينج تو اتش 3، وهنا بيشوب تو اي 1 الخطوه الوحيده في الجيم تفتح للروك تجي على اف 3، وكذلك تفتح الاف 2 مربع الاف 2 كاكسس سكوير بالنسبه للوزير انه يجي على اف 3 لو عفوا جي 3 لو حب. هنا استقال طبعا اللاعب الاسود بعد بيشوب تو اي 1 خطوه جباره. لو استمر في الجيم مثلا كوين اي 7 تشيك، كينج اتش 1، كوين بي 7 تشيك، روك تو اف 3 تشيك، كاونتر تشيك، كينج جي 4، كوين جي 2 تشيك، كينج اتش 5، روك تو اتش 3، الان الوزير مغطي على جي 2 من التشيك، بيشوب تو اتش 4، روك تيكس اتش 4 بحمايه من البيشوب. جيم غاية في الروعة، أنا من الناس اللي يؤيد تسميته بدور القرن أو جيم القرن، جيم اوف ذا سنشري بالنسبة للموهبة الشطرنج. الحديث ويي، أتمنى أنكم استمتعتوا بالجيم هذا، أشوفكم لاحقا، في أمان الله.